عبرة. كل يوم تجمعنا بكرة مفيدة بها عبرة، كل يوم تجمعنا بكرة مفيدة بها عبرة. خبرات في الغوطة خبرة، ويكاد أفهم ذي الفكرة، عبدات ينصح ويسامح، كل يوم تجمعنا بكرة. سالم ما هو متكيس، ينصح يهتب والذكرى، من هذه القصة عبرة، كل يوم تجمعنا بكرة. سهل الواقع نظلم على جنب، ريفة تمس الواقع شوفوها مع الخيطرة. انا يا اختي يعني يظهر كالهارات قبل راحه وماني معدل شيء. مالك قبل كون شو والله شو بال تكون جاي غير زدتهم اللي بالبرميسيون 10 ايام اخرى. مالك يا خير اختي لا تعب نختار نفوت شهر سالك من عياط الخلق والناس لا نقدر تو. مالك بعض شيء ما هو فالي ماني حاسب شيء. تبارك الله مش شغال صحت النفس الحمد لله. انا مش انا من هالقرى طول عمرها ان شاء الله ما تلحق حد غفيان في حلم زين ما ذا عند راسه انت راقد انت واحد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انت منين؟ انا عبدات خلاني انا هو خليك تون حق الله ما حاسب شيء. ما شاء الله الحمد لله ما حاسب شيء حق الله والله. شو ما سالك كان عم يمشي بقايت شي الخيام يا والله الا مشي بقايت والله خليك تون والله في مروه ما شاء الله تو اللي قال لك عن الاخبار والله حق الله ما شاء الله الحمد لله. شو ما تقول جاي انت سولك ما له ساعه شط شط شلون شلون مدين بولان عفكانها مدين شلون بولان مدين بولان عفكانين وينين عند دور الطاجين طاجين نجوك والله الحق حبيت من بول متى طاجين نجوك والله الحق ما يعنيك انت طاجين معنا نظرك من بول خويتهم يكبروا شوي يكبروا يعطوني مواطني وعرمي سمر راسله راسني عباس عباس اك والدكم عباس والله يوردناك احنا الفراس ساكنين معاهم تعرفوا ظهر نعرفه بعد والله قال تعرفوا ايش داري سامع ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله سامع انت عدل صار هو راج فضي وسامعني ياسر مش ومت ايه تعدى والله الناس فتعرف متعدى ناس كاملة سمعت عن الرواية مولي بشين ايش حق الله شنو والله شنو رأيك مولي مش هون سمعت انا يالي شنو حق الله سمعت عنه وكلة وكلة كبيرة ما لا هذا ما صح ما الله ما ولا سمعت انا وين نقول لك مولي ثابت بصيفته تقعني عباس وخدي الحين موصى عبد سمعت عنه يسال وشم الفضة ما يوفى ذاك ولا مهرب هذا من قال لك انت اذا سمعته هون وقالوا ما يطلع عنده 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 اذن في انه ما يطلع في الرحم ما قلت لك خبر انا فيهم راح من الكرتشي ونعرف المراد فهمت ولا فايتني شي مولي لباتك ما فايتكم شي طبعا اخبار اخبار تنشبر عندنا بصيرتو دي والله الا بصيرتو دي واكل وكله كبير لا بدي نعرف الاخبار فايت حق الله والله بصيرتو دي بصيرتو دي والله قلت له دور ما معنا صلاة حدا ما بقوله خليك ما زين حتى مش نقص الفور كان عنده شيء جديد ما زين اخبارك يا اخوي بلي وباك من قايلوا لك؟ لا ما قالوا لي تو ما قالوا لي قالوا لي ياسر اخبارك تو تو خلي عنا دابا لا بدا هو عباس ما يطلع عمال عباس قال لي اخوان عمي ما هو صحيح قبل الاذن مو مصحح اصلا مصحح اصلا مصحح قال لي من البوتيك وراجع على الاخبار قال لي من البوتيك البوتيك قريت ساكن خلاه عبد الله ما يبغوا شي جفاف فهمت قال لي قال لي عنه لاق لاق كبير على واحدين قال عنه دور يحبسوه لا باهي يحبسوه الله يعني قطعوا من الفضاء ما اعرف كم قال قال 10 ملايين حسب قايل مولي قطع زيد انا ما اعرف ما قال لي شي قطع وقطع وقال ما يجي باب ورا 10 ايام يحبسوه ونقزوا مولي عن الشغل كانه كاتش متروق وش احد فهمت قال ما قلت لك شيء انا ما فيك انا قاعد هو ماني يقول شغله هي لا تقول شيء قلت تلعب ما تجي تسوي لي بقيتي اشتكت من الاخبار ما ما تعرفيني لا تكذب ما انا عارف ما ماشي خلاك ضيق قال لك حد يقوم يصك حتى انا هو دائما نزدل نحن هو تاك والله وش كيما الى فيراندا على الطريق حتى يقلق الطريق ويقلق ذاك كان ايه ما قلت ما قلت لك شنو ايوا تصرف ما قلت لك خلي مشان صار شرب شرب تشي ان شاء الله سلام خير مرحبا شو ماسي اخي لباس يا خير ما شاء الله الحمد لله شو ماسي يا اخي لباس يا خير ما شاء الله اخي الخير لباس طاري شو ماسي ما شاء الله قلت له ها بخيطرات جاني وقاعد عندنا قلت له هون مرده فعلا عباس يساد وش من الدين يا خالقي يا خالقي يحبس وش مرده بتر واشن والله يوم عباس ما طعمه انا واكل وكله كبيره تدري قال لا قال ثاني قريب عندي هو ما شاء الله ما يخلق شماجات وصبت عليا ذي البوتشي يا قاري كانوا ذيابت والله ذابت بعد ذابت بعد وسمعت مولع علي ينكرب عن الشيء كيف تحرب شوار قاد لي ومتروق والله روايي كيف هو صار ما تروق وراعيهم قدامهم صحة يا قاري بعد سمعت بعد ذيك رواية عن الشيء عنه مولي قابل رواية كبيرة ذاك والخلاي ذاك الشيء مو ياسر مو مجبور وتو
وني مولي يطرشي والله انا ما شاء الله ما فايتني شيء والبوتشيك الجفاف ينقال والله ويقاف ما تلحقيني لقيت ماذا قاعدة عند راسي شو مرقدك قاعد؟ طرفي عني تعال قولي لي مرقدك شنو؟ تعب 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 ايش؟ انا اخبارك جبرتها؟ انا اخبارك جبرتها لكن شاك عني اخبارك نجبرها عند الطير والله شنو؟ اخبارك اللي ما يرد فهم عنفهم وكل حد شاد اخبار وانا كي الزوي كذا يجيني رقاش يرد علي هي شنو هي بعد قاعد؟ اخبار شنو؟ انت عباس ماشي مسلح مالية والله واكل رواية والله ذاك تعود ذاك مدة صايكتك بيها وليس نحبسه من نقدها وانا ما نعلم بها امي اذا من قالوا لك اخباره ده ما هو خارج خارج من قالوا لك من هو لا تجيه لي ما يجي الصكي ولا يجي العيار ذا انا سمعته جاني مخيطرات وردوا عليه وخطط ردوا عليهم ويبوشي اسمعت لمن قالوا لك ويرجفهم معنفهم لا قالوا لك من هو مخيطرات نعرف انا عم خطط بيك مخيطرات وسويدات حتى قالوا لك سنه قولي لي قالوا عن انك واكل لق علم الدلق وعنها سلوى دراك وعنها قاع قيلة نحبس ونعود انا كي زويقلة نقال لي لقى انا لقى ومتكي هون راقد ما ظهرت علي ما نعرف لك شما حق انا قلت عد كلتها لما يطلع ردمتها شن عرف لك هان والله ماني اللق من اللق ما هو يلقي متمار الكلت ولا راهي واجع بزر اذا العسري اخباري من اللق ما عندي خمسة ولا عشرة وفقار من تدري تكابر ومخاطرات منين خاطرات توقف ذوك البيت دور يشوف راك ذاك الكلام يا ليتم هو طافقني هون يقول ما يبقى شي ما لحقوا على شي كذب ولا كذب ولا وكما عبدات خلانا رجل ما طالع مو تجي تسأل معبس إيه على سيرين أنا هن تأخو عبس وياك عبسني وما ما ما يساني حد شيء لا قاعدين تجي تو لا بقى حد ما قلت له عني أنا دم دور كاسر دم دور كاسر ولا دور ماني راخي ولا ماني راخي دار ناس كم بيجي دار وراخي نك جاني الله فوزي طلع شو عدل لنا انتوا مقامي هذي جو تقول عني أنا الله يطلق وعني معدل وعني كل شيء خالق لي وانا انتوا ما الاثنين وما قلتوه ما انا ما انا قال اليوم كان ما رجع ما نيوك قاعد ما قلناها وانا قلت عن قالها لهم البوتي لا قصه ايش قايل لك تزدع خلى عبد البوتي جفاف جفاف شوف طلع جيتو ايه قالها لي نص لك ايش دعي الطاري فهم والله قال لك صاينك واحد عن قالها ترى ما تكسكس والله قال لي ما عندك ما اعرف مني ما قال وين الحل شوف شوف ما الحل قال لي يصار مزي ولا تبيع اللحم قالوا يصاك بالحيز وانا لا تمدخلني خليك يمشي مع راسك الذي لا اله الا هو الدنيا يتوجه الله ان شاء الله وانا يجيه بلو اذا عداك لقيت في البوتيك لا هو بار ما بعرف ما حاش ويدات تبارك معنا يا اخويا يقول امورنا دي خاصه ويشودنا بشي ما خارج منه شيء ومعذبنا ذاك القريس ذاك دور شوف انتم دور شوفوا احنا اخواننا دور شوفوا انتم انا وعده هو دور شوفوا ولا اكمل صوتك والله جرى يا عباس ما ادري ايش عاد وين ما قتلوه يا اخي سيدي تضحك معي انت عباس يا طيب جاب مرض حرم يا اخي حياتي مره على الممارسات ايه خليك تقول فيا ما كيصط في النوجر يا اخي تما لا ما سمعت فيا صح معاش وطافي لي وجهي ما ما محتار لك ايش الحياة بسيطه انا مثل ما هو انت ما تحرك انت وشوار بكبار انت هنا روح ما كان يا خير في وجهك شفت ما صار ما خلى بيا تيكا صبك يا تصاب هذا بدا حد يكسبيرينس السلام عليكم سلام ورحمة الله تبوي ايش حالك ياك دبا مرحبا ما شاء الله الحمد لله شو ماسي العمل تبارك الله عملك ياك مالك حاسب شيء ياك خير ما شاء الله الحمد لله انت اللي عدل تفايق علي ايش عدل انت يا اخويا ما سالك منك رقاش لا لموات ولا لحية انا ايش عدل انت يا ابويا قطفي تمدد ترد نقر دارها مشاكلها الخاصة تلفتهم انت وتردهم على كل رقاش ياك مو وانا شو اراضي الناس ما يسالك منك والقيبة ناقع فيها والفود المشاكل بين الناس ولاك عدل ولاك وسط الشيء ما شرك ما شركك مولاي عليه شيء ولا قال لك ولا تعدلوا سمعت اسمع شو والصق قال قلت عني ما نخلصوا عنه شكا مني سمعت وعن الجار بيني معاه المشاكل وانا اولادي لصوص وعني انا سارق سرقه كبيره ومحبوس يا ابوي علاش ابوي ليش داير بيش بينك معايا يا ابوي ترفض كلامنا بالدار وترفض كل رقاش يا ابوي هذا حرام لا يتواسى ولا قاش يعس من النار لا توكلوا ما عليك ترفض على رقاشي ولا تلحق على رقاشي سمعت ضرك راني صبرت هاي المره مره خليني ارتاح فيك سمعتوا لك سمعتوا ما ردوا رديتوا قبال والله بالله الجدي لا اله الا هو لولاني عنك لولاني عني الصايم للنهار حامي ظلك ماني قاعد نطرشك الا كنت انا سوس فتسوس لي على العنك تعرف انا لا الحق الحق شنو لا الحق عدد كامل لا الحق قص ارجع ثيابك انت تعرف هذا بحالته ذي حالته انا ما نعلم بها امي اذا من قالوا لك اخباره ما هو خالد خالد من قالوا لك من هو لا تجي لي لا انا ما يجي يهز الودنه ولا يجي يصقع نعتني
ما نعلم بها. هم اذا قالوا لك اخباره ما هو خالد خالد ذا قالوا لك منهم لا تهلي. لا انا ما يشهد هزر ودنا ولا شيء صدق لا تهلي. ينصح ويسامح كل يوم تجمعنا ذكرى سالم ما هو